روبي. لا معلم. جيب التليفون. الو، ايه هاي، وين مقطوعة؟ لورا معاك؟ طيب 10 دقايق يا حبيبي بكون عندك. يلا. خلصنا بقى. حلوة هالبنت، وهيتها مش هينة. عم ترسم على الأستاذ رودولف؟ أنا شايف العكس. الأستاذ رودولف هو دلق حاله عليا وكتر. شو الشباب؟ عاملين صبحية حكي نسوان؟ ما تواخذنا يا أستاذ، ما قصدنا. زيح. ملي الترويقة وخليها عشنينة. سنة بده قص. على القليل اهتم يتروق لأول مرة. جميلة بنيته. بونجور رمرومة. بونجور حبيبي. بونجور. كيفك يا حلوة؟ اشتقتلي. أكيد عم بتقلي إلي. سوري. بيظهر الأستاذ نبيل ما بيلقى مزح مثلك رودولف. رودولف عاف كمان؟ شو بك يا برو؟ ايه ما تهتم بالسوسايتي ليفلز؟ ولو ايفا موظفة عنا فينا نكون فرانس عادي؟ استاذ، الست سوها برا بدها تشوفك. جارتنا؟ نعم. معقول؟ معقول يعني هاللؤيك بضل يعاملني مثل الغريبة؟ قال شو؟ قال بده يسألك إذا فيك تستقبلني ولا لا؟ ما في بونجور؟ كيفك رودولف؟ بس بالي مشغول كتير كان على نبيل امبارح، كان تعبان. كنت شربان كتير، ما عاد تذاكر شو صار. منك ذاكر شي ابدا؟ رجعت تشرب نبيل؟ امبارح بس. سوري استاذ اذا عم اتدخل بشي ما بيعنيني، بس اخطر شي الشرب وجود اولاد من عمر اولاد حضرتك. سوري يعني دموازيل، ما بعرف شو اسمك، ما بدي هالقد، شرب شوي سوات. ايفا، اسمها ايفا ومعها حق. وامبارح كنت شربان كتير ومش شوي. يعني ولادي لو كانوا بحجة لإلي وأنا سكران ما كنت رح أقدر أعمل لهم شيء. كيف ما فكرت بهالشيء؟ بسيطة أستاذ، ما في إنسان مش معصوم عن الغلط. المهم نتدارك هالغلط ونجرب نصلح من زيتنا قد ما فينا. سوري بس حضرتك موظف بيبي ستر ولا فيلسوفة؟ أنا رح غير كوشات الولاد. بتحب ردلك إياهم لهون بس خلص؟ ارجعي على وظيفتك الأساسية. والولاد ما تجيبيهم لهون لأنه نبيل رجع معي على البيت. يلا. أهلا بست الحلوين وأهلا بست الستات. شو هالنهار الحلو تصبح فيكم؟ أنا يلي نهاري حلو. لورا انقبلت بالمسرحية ورح تبلش تمارين هالأسبوع. والمدرسة؟ المدرسة بالنهار والمسرحية بالليل، بتلحق عالاثنين. خليني أسأل لين بالأول وشوف شو رأيها ماما. أنا أمك، أنا اللي بتاخدي رأيها بالموضوع مش لين.
أنا قلت بتلحق على اثنين يعني بتلحق على اثنين. ولين ما بريدها تعرف شي بالموضوع، أنا ببقى بخبرها إذا بعرف إنك خبرتيها. دبارك عندي، فهمتي؟ لازم نحتفل بهيدي المناسبة طبعاً. طيب الليلة رح جيب عشا وقليين شامبانيا ونروح لعندك على البيت. لا قصدي شو رأيك نطلع نتعشى برا ونحضر سينما؟ صلنا زمان ما ظهرنا. بالعزيمة علي؟ لا أنا يلي بدي أعزم، أنا كم لورا عندي. أوكي اتفقنا. قلتلكم بدي مي سخنة للبيبرونات، حاطين لي مي مسقعة من البراد بالأوضة؟ ما قلت شي بضحك. نطفي لي اياهم بسرعة، ما بقى عندي كفاية بيبرونات، لازم احكي مع الأستاذ نبيل يجيب كمية أكبر. بركي بس يخلص اجتماعه مع الست. شو بتحب تقول لكراء مجلتنا بنهاية هالمقابلة؟ بوعدهم إن شاء الله فريق المجد بضل محافظ على المرتبة اللي وصل لها، وإني أنا شخصياً قدمت لهم لاعب حلو عقد ما بقدر. إن شاء الله نشوفك على طول متألق وناجح كابتن أندري. نتمنى عودة الكوتش نبيل للفريق، نتمنى لك بنهاية المقابلة كل النجاح والتوفيق. وأنا للصراحة من المعجبات فيك من زمان. ميرسي. شو؟ خلصتوا الانترفيو ولا بعد؟ لا خلصنا حياتي. Thanks again، يعطيك العافية. ولو أنا بدي أتشكرك، المقابلة لازم تنزل قريباً، ببقى بتصل فيك تقول لك أي متى. باي. 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 شو؟ كل الصحفيات بتلفنوا لك بيقولوا لك أي متى رح تنزل المقابلة تبعك؟ لا بالحلوين بس. جمعتلك كل الصور، كنت عارفة انك رح تحب تشوفهم، خاصة انه منك شايفهم من قبل. نبيل اذا متضايق او زعلان؟ ابدا، انا بحب شوفها كل الوقت، اساسا هي بعقلي وبدالي. فيي احتفظ بالصور؟ اكيد، وانا اذا لقيت كمان صور عند حدا من اصحابنا بجيب لك اياهم. اصلا نبيل الحياة كانت عزيزة علينا كلنا، كلنا خسرناها مش بس انت، بس الحياة بدها تكفي فينا وبنينا. ليش مش عم ترد على تليفونها ولا عم تقول وين اخذت شاليه؟ ما بتعرفي اختي وجنونة، بدها تكون مثل تشارلز ديكنز ومش عارفه كيف. مين؟ ما تقولي لي ما بتعرفي مين تشارلز ديكنز. A Tale of Two Cities، Christmas Carol، Oliver Twist. ايه تذكرت. انا قلت مش معقول ما تعرفي مين هو. وصابي عمره 3 سنين بيعرف مين ديكنز. بتعرفي؟ بحس انجو بلشت تفقد عقلها شوي شوي. ما ماشي حالها مع دكتور شاهين؟ ما بعتقد. هل صار متلفن لها كذا مرة وما عم ترد عليها. هيدي انجو ما بتتغير. تعي نزور متحف المشاهير. أنا مش فايت عليه قبل، أنت شايفتيه؟ يمكن يكونوا عاملين لي تمثال بما إني صرت مشهور. ما كنت عم بظهر مع مايكل جوردن ومش عارفة حالك.
أنا بحب الشاب الواثق من حاله. ما تكون أنت الفيس أمامه. فيس أمامه. فيك توصفيني باللي بدك ياه إلا بهالشغلة. أولاً ما عندي أب، وثانياً ما عندي احترام لولا أم. أف، هيئتك مثلي تركتك أمك ومش سألانة عنك. ولي ليش سكرت معها؟ زهقت. طالع بلاي ستيشن. جيل جاد افتحوا البيت. شو جايبها هيدي هلا؟ جيل عم قلك افتح البيت، شمي ريحة الدخان لبرا. وين علبة الدخان؟ ما تجربوا تقولوا لي مش عم بتدخنوا. عم ندخن، شو يعني؟ هات العلبة لهون. إذا مش رح تعطيني إياها حسابك رح يكون عند بيك. حتى لو اخذتيها رح اشتري غيرها. وما تجربي تهدديني ببيي، يلي انجا بيجي على البيت ليشوفك ويرجع يشوفنا. يا ابني يا حبيبي، الدخان مش منيح للصحه، وريحتك بتصير مش منيحه، واسنانك صفر، وصدقني بيعمل امراض سرطانيه. هو كلهم معي خبرهم وما بدي اوقف، انا حر. طفل، انت صرت شاب ولازم تعرف مصلحتك. بس انا رح خبر بيك، مش تهديد بس لانه لازم يعرف. لك كيف استرجعت جاوبها هيك؟ ما سمعتها شو قالت؟ انا صرت شاب من اليوم ورايح رح اتصرف على هالاساس. شو يعني؟ نرجع منولع سيجارة؟ رودولف، بعد ما رجع الأستاذ نبيل؟ مش علمي، الولاد ناموا؟ ايه. فإذا أنا قعدت أسمعك معزوفة ألفتها من دقيقتين من وحي جمالك، بيد؟ لا، قصدي رودولف أنت عم تلهيني عن شغلي، وهالشي مش مزبوط. بليز بتمنى عليك تتذكر إنه أنا هوني بيبي سيتر وبس. طيب ليه انفعلتي؟ تيك إت إيزي، كل اللي بدي منك تقعد تسمع موسيقتي وتعطيني رأيك، ما بدي قلق؟ إذا هيك أوكي. إذا حط لي كمبيت فإذا. سوري جربت أدلك.
قلن شي ساعة نايمين أستاذ. كنتي عم تشرب مبيد؟ ما بعرف ليش أستاذ، كل ما عم بتشوفني عم كون بموقف غلط، قصدي عم بنفهم غلط. سؤالي محدد، كنتي عم تشرب مبيد؟ شربت شوي من الكاس العطانية رودولف. سوري أستاذ إذا عم بتدخل بشي ما بيعنيني، بس أخطر شي شرب بوجود أولاد بعمر أولاد حضرتك، مش هيدي نصيحتك إلي؟ ممنوع الشرب أثناء الشغل، إذا بعد بشوفك مرة واحدة عم تشربي ما تجي على هالبيت، مفهوم؟ مفهوم أستاذ، بعتذر. باي، طلع لوصلك. لا ميرسي استاذ رودولف، تفضل روح على البسكليت. استاذ رودولف؟ من اي متى؟ استاذ رودولف بتمنى علاقتنا تبقى رسمية، انا هون حتى اشتغل، مش مستعدة ابدا اخسر هالوظيفة. الاستاذ نبيل عم يتضايق من صاحبتنا وانا ما بدي. ليه خيي هددك تركك الوظيفة؟ شو قال لك؟ انا بحكي معه. لا لا بليز، هو يمكن هلا زعلان، مش حابب يشوف حدا مبسوط. شو هالحكي هيدا؟ نبيل ما يفكر هيك، انا رح احكي معه. لا بليز دخيلك، اذا عندي معزي عندك ما بدي اياه يفكر اني عم بشكي او اني مش مبسوطه بالشغل هون. اوكي بعدك ما رح اجيب له سيره بقى، بس ترجع بتعطيه رودولف حاف وبتقبلي عزيمه على درينك برات البيت وبتسمحي لي ارجع وصلك بعدين. اوكي اوكي، بس عشرت منروح بنسهر لوحدنا مش مع اصحابك. لك عز الطلب. أنا ولورا رايحين على السينما، ما تنطرينا على العشاء مأخرين. هيلدا تاخد لورا على السينما؟ شو عم تخططي يا هيلدا؟ يا عمي اتركني شي ليلة ارتاح، اتركني. هاي دبدوبة. لك هاي يا أحلى مرة بحياتي. شو الليلة شاعر حبيبي، حقتك كتير مبسوط. حبيبي بس فكر إني إجي شوفك بصير مبسوط. لا ليلة لا، كتير تعبانة ومش قادرة أظهر من البيت. بس إذا بتعرفي شو السيربريز اللي جايب لك إياها رح تبطلي تعبانة وتيجي ركض لعندي. حبيبتي أنا ناطرك بالشاليه بعد ربع ساعة. رايح تشوفها؟ كل يوم بتسأليني نفس السؤال وما بتلاقي جواب وبترجعي بتسألي. أكيد رايح تشوفها، خد احتياطيتك نصيحة مني، هي انت عم بتخونك مع شاب صغير، صرت شايفتها أكثر من مرة هي وياه. الهي قلة النوم عم تأثر على عقليتك صارت. Gave her word. Your husband.
صيفي مساء. تشيز. طب ما بعتلي تشيز، ما بعتحنا غيرنا بالباب. بعدين حسي حالي سكرت. كم كيس صرنا شربانين؟ اي دونو. بس اكيد انا شارب اكثر. ضمنتني. دخلك مش انت اللي راح تسوق؟ بلا. Thanks God إني مش موجود بأمريكا. لو عم بشرب كل هالشرب no way كنت سوق، لأنه البوليس هونيك ما بيرحم. إيه بعكسنا نحن هون بلبنان. ما في لا حسيب ولا رقيب. منشرب لندوخ ومنسوق وأرواحنا على إيدنا. إذا زمطنا منكون زمطنا، وإذا ما زمطنا منموت ونحن مبسوطين. للأسف هيدي فلسفة اللبنانية. ياه 100%. هيدا البلد بده ريابيليتيشن من كل نواحي. anyway ما راح ضيع وقت احكي معك سياسه. هلا انت تعتبر عندك سياسه يعني؟ بدخل هالضحكه مع اجمله. قد ايه محظوظ انا معي مره بهالجمال، الرجال كلهم عم بيحسدوني عليها. سيرز. Then would you care to join? Lord, no, I'm not retired. Maybe I'll help out here and then. Better not. How'd you sleep? I don't know. I had dreams. Well, you got time for them now. Anything interesting? There always is to the party concerned. And Tom, I'll be polite. All right, then. Two of them both have my father in them. It's peculiar. I'm older now than he ever was by 20 years, so. وهيك بخبرك. أسامة سافر مع خطيبته على إسبانيا من بيت أهله وطلب مني إنه حبي بشوفك. بصراحة كل أعضاء الفريق حابين يشوفوك. وطلبوا مني. ميرسي. ميرسي لؤي، حط لي إياهم. وطلبوا مني بلغهم أنتين أنت فيك. بقى بيوافقك اول جمعة تجي؟ ما بعرف. نبيل لازم تطلع من اللي انت فيه. لو حياة بعد عايشة وعم تشوفك ما كانت قبلت ابدا باللي عم تعمله بحالك. عم بشتاق لها دكتور شاهين. كتير عم بشتاق لها. كل ما بتمرق الايام بشتاق لها اكثر واكثر. انا بدي اطلع من الحالة اللي فيها بس مش عم بقدر. بعرف انه اللي عم بيصير معي منه صحي لا لإلي ولا لولادي يلي عم بيصيروا مثلي محبوسين مع الصور والذكرى. نبيل انا رح ساعدك بس انت بدك تساعد حالك. لازم ترجع على الشغل. لازم تشوف عالم تلتهي حشتفكر فيها ليل ونهار وبركي مع الوقت بتنسى. والولاد؟ الولاد؟ ما ايفا عم تهتم فيهم. ليش انت منين بتعرفها لايفا؟ انا ما بعرفها بس ميت لأتعرف عليها. بدي اعرف مين هي هيدي اللي اخذت له عقله لرودي خياك. بضل يحكينا عنها ليل ونهار. قال شو قايه من الجمال ومش مصدق امتى يحصل عليها. شو يعني يحصل عليها؟ ما بتعرفوا لخياك رودي؟ مغرور وشايف حاله مفكر كل البنات ميتين على عجري. بضل يكد وراهم ليحصل على اللي بده اياه منهم. ثانكس على الليلة الحلوة عن جد كثير انبسطت. وأنا كمان كنت مقضومة. انت الليلة لا 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 ليكي وين مصفي سيارتي؟ سوري؟ شو بك خفتي؟ هاي السيارة وين بتصفيها؟ مطرح ما بدك. ما هي منافع سيارتي بتتركها وين ما بدك. هون إذا بدك. دبدوبة كتير حبيتها للكادو. Thank you. Bye. لي هيك رايحة ما بدك زبطي حالك شوي؟ حياتي هلأ بزبط حالي بالبيت بيكونوا الكل ناموا.
لين أنا بحبك وبوثق فيكي، أوكي؟ تذكري هالشي. أوكي هيدي شاليتي، طمن بالك؟ لا مش قال مفوت يتأكد إنه بيحضروها. هلا بلا مزح آخر الليل رودولف شرباني، بعدين لازم نام لحتى اوعى بكره بروح على شغلي، والا خيك بيشحطني، ديجا حسيته مشغلني غصبا عنه. يلا جود نايت. هيك جود نايت حال. رودولف بليز جود نايت. بيتي كون ولا بتجي دايما لهون؟ ما خصك. Love you too. سهران على تم. كنت مرتاح ضوي اللون بدر. كيف كانت سهرتك؟ بيرفكت، كل شيء كان بيرفكت، بيد ولا اروع، مره ولا اطيب، جو ولا احلى. هيتك شربان. معقول حدا يكون سهران وما يشرب؟ كيف اذا اللي معه بتطوش بتدوب ولك بيكون مفعول الكول دوبل؟ اوف. كنت بدي احكي معك بموضوع، بس بما انك شربان رح اجله لغير وقت. بتكون صحي لي فيه اكثر لتسمع لي. اوكي برو نو بروبلم، انا فايت نام. جود نايت. سكسي ليدي. هيدا ساندويتش بتكليه على الفرصة، وهيدي هيك وهيدي بوصي. لورا بس ترجعي من المدرسة بدي احكيكي ضروري. اوكي؟ اوكي. شو مخبية هيلدا؟ أنا؟ شو بدي خبي؟ أنت قولي لي. أنا ما بعرف. شو بدي أقول لك؟ ما في شيء أقول لك إياه. ماما، هالحنية المفاجئة وهالاهتمام بلورا، في شيء من وراهم. إيي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 ي
Thank you.
بونجور. بونجور. احلى وقت عندي وقت الترويقه معكم. بيناتكم مالكم جديد تحكوا، وانا بصير بحب اسال كل الاسئله قبل الضوء. اول سؤال انجو تلفني. ايه وسالت عنك، وما تسالني اذا مش حاله، لانه جوابي رح يكون ما بعرف. ما بعرف اذا مبسوطه بعيشتها بهالشله، ما بعرف اذا عم تكتب، ما بعرف اذا حتى عم تاكل منيح. هيدا كان تاني سؤال. نهاري غلط، فأنا وكله راح أتأخر على الشغل. وني فردت الكزيت هلا. شو رأيكم بلين؟ كيف يعني من أي ناحية بدك تاخد برأينا؟ ماما شو بكي بتقسمي لي السؤال وبتشرحي لي تحللي؟ عم بسأل بكل بساطة، شو رأيكم بلين ككني؟ صباحو، بعدكن هون؟ بابا قال شي بيضحك؟ لا، بس عم فكر انه قليل شباب اليوم يلي بيسألوا اهلن عن رأيهم بعروسة المستقبل. طب وانا من هالقليل، ليش مستغربين؟ ما انتو ربيتوني ناقشكم بكل شي بفكر فيه. نحن مش مستغربين، نحن كتير مبسوطين لانه عرفنا كيف ربينا. قديش بتعرفها؟ لين؟ رح يصير لنا شي سنة بنعرف بعض. مش عم بسألك عن الفترة الزمنية، عم بسألك قديش بتعرفها شخصياً، اجتماعياً، فكرياً، وقديش بتعرف عن البايجراوند تبعها. يي ماما، شفتي ليش ما بحب أسألك؟ بستحلي شي مرة ما تجاوبيني بسؤال. مش عم نتناقش؟ ألو، هاي هلا. لا مش عم بعمل سبور، بس رايحة على شغلي على البسيكلات. شو نسيتي اني تركت سيارتي ببيت اهلي؟ اذا قلبك صخر يا حلو، انا قلبي جرافة. دخيلك ما اسألك. ماشي، عم بحكي مع واحد مبهول. بشرفك هلا، مش قادرة هلا احكيك، دجا مأخرة على شغلي 10 دقايق. لا الليلة ضروري شوفك، بدي خبرك شيء. لا لا، بعد ما صار شيء. لا بعد ما يئست. لك خلص هلا حشت تستنطقيني، ليلي بشوفك وبخبرك. يلا باي. بس كنت للصراحة غطست بالنومة. أكيد، لأني كنت سهران مبارح. خبرك رودولف؟ أنا ما إلي علاقة بحياتك الشخصية، فيك تعمل اللي بدك إياه شرط ما يأثر على شغلك، بس الهيئة عم بيأثر. هيدا تاني إنذار إلك. بس بعد تأخير واحد بفصلك من الشغل، مفهوم؟ مفهوم أستاذ. Thank you.
ليه عم تطلع فيي هيك؟ كيف يعني؟ ماشي. لوين راح الأستاذ وأخذ الأولاد معه؟ الأستاذ ما بيحب أعطي معلومات عنه لحدا. إيه بس أنا مش حيلا حدا. شو يعني؟ أنا المربية. ما رح تخبرني ايه؟